السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين أبو تريكا وين قال يعني تصريحات قوية ونارية، وين على العالم رفع القبعة لقطر بعد ما حدث في كأس أمم أوروبا وألمانيا، لأن الألمان يعني كانوا الأوائل يعني لاعتراض كأس العالم تقام في دولة عربية، يعني وكان شاهدنا تنظيم يعني ما شاء الله سيطرة يعني في الأمن، سيطرة يعني كلش فات منظم في دورة تاع قطر، يعني فخر لكل العرب وفرحنا احنا العرب فرحنا يعني بتنظيم عالمي، تنظيم عالمي افتتاح بالقرآن، مساندة القضية الفلسطينية، بزاف صوالح. وين طلب الأسطورة كرة القدم المصرية المعتزل محمد أبو تريكة العالم برفع القبعة لدولة قطر بعد تنظيم التاريخي لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك بعد سوء التنظيم الذي أظهرته ألمانيا في استضافتها لكأس أمم أوروبا الحالية ب 2024. وتحدث أبو تريكة في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة ألمانيا والدنمارك يوم السبت 29 جوان، والتي عرفت تأهل أصحاب الأرض إلى الربع النهائي بفوز بهدفين نظيفين سجلهما كل من كاي ومن ركلة جزاء وجمال، يعني وسيواجه المنتخب الألماني في الربع النهائي اليورو 2024 الفائز من مباراة إسبانيا وجورجيا، يعني نقول لكم بارتيا ما كاش ما زمع، والتي تقام يعني لحد اليوم في كولون. وقال أبو تريكة أن تنظيم كأس العالم 2022 في قطر كان على أعلى مستويات، أما ألمانيا فإنها تمتلك ملاعب رائعة لكنها ليست جاهزة لاحتضان مباريات تنافسية، وأبرز دليل هو يعني الثلوج والماء والأمطار التي فاضت بها معظم الملاعب البطولة. هذه لما لكم هذه الصوالح هذوك جاو في دولة إفريقية ولا جاو في دولة عربية، أقول لكم كلمة مام العرب بعضهم بعض متنمرين بعضهم بعض، يتنمروا على بعضهم بعض، يعني مكاش شو كيفاش صار الأوروبيين والو ما يضحكوش الغاشي على بعضهم، يقول انا ما نفرحش عربي، بصح الدول العربية الشعوب تاعهم يفرحوا الأعداء، ماشي العرب أعداء الإسلام، يقولك ماشي متهمين رحمة ربي، يقولك كو يقعدوا كيما هكا، يقولك رحمة ربي كو يقعدوا كيما هكا، هما هكا. وكانت وسائل الإعلام الأوروبية وأبرزها الصحف الألمانية المعروفة قد شككت في قدرة قطر على تنظيم كأس العالم 2022، لا سيما بعد قرار الدولة القطرية بحظر يعني كحوليات من المدرجات ووضع يعني ضوابط صارمة للأمن المشجعين داخل الملعب وخارجه، وفاني تاع قوس قزح هذه. وأوضح أبو تريكة في هذا الصدد وين بارك وين رب وربك بحب قطر، في قطر شفتوا الملاعب مكيفة وأرضيات الملعب مثل يعني سجادة، ربك بيحب حقا ولو بعد سنين لازم العالم كله يرفع القبعة لقطر لأنها قامت يعني قدمت كأس عالم على أعلى ما يكون من حيث التنظيم والملاعب. ويمكن القول أن ألمانيا فشلت ولو جزئيا في تنظيم كأس أوروبا يعني وفق يعني لخبراء والمختصين في كرة القدم، حيث تعددت يعني منح يعني فشلها في عدة واجهة، وإن شعلنا وإن تم رصد تسريب ماء الأمطار من الأسقف بعد يعني الملاعب وهطولها على الجماهير في المدرجات يعني المطر يعني عدة مرات، وأبرزها ملعب يعني باراك الذي احتضن مباراة ألمانيا والدنمارك في الثمن النهائي. إضافة إلى ذلك فقد اندلعت مشاجرات قتال شوارع بالجملة بين عدة جماهير، كان أبرزها بين جماهير تركيا وجورجيا في مدرجات الملعب،
يعني وين استمر لقرابة ساعة، وفشل الأمن في فضه إلا بعد مرور وقت طويل، كما فشلت ظاهرة اقتحام الملاعب من مشجعين، وتم رصد نحو 10 يعني محاولات إقحام حالات اقتحام مع نهاية دورة مجموعات، ما يترجم يعني فشل أمن الملعب في بسط السيطرة، في حين تم اقتحام الملعب مرتين في مباراة البرتغال وجورجيا، وفي ملعب مباراة ألمانيا والمجر بمدينة شتوتغارت في الجولة الثانية من مجموعة يوم 19 جوان الماضي. رصدت كاميرات الصحافة وجود سد من النحل على أحد اللوحات الإعلامية في الملعب، ما استدعى تدخل مختصين لمواجهة السد والقضاء عليه. وفي مباراة إنجليز والدنمارك يوم 20 جوان في ملعب مدينة فرانكفورت، رصدت كاميرات الصحافة يعني قطع من العشب، يعني تتطاير بقطع من العشب تتطاير من الأرض الملعب مع كل تسديدة من اللاعبين. وصلت يعني وسائل الإعلام بأن الأرضية في الملعب غير جاهزة للمباراة. كما تم سماع دوي إطلاق النار قبل انطلاق المباراة هولندا وبولندا يوم 16 جوان الماضي في ملعب يعني ستاديون، بسبب مشاجرة بين الجماهير التي كان أحد أفرادها يحمل زجاجة مولوتوف قابلة للاشتعال، والأخرى يمسك وعصا. فضع الحالات الشغب والعنصرية في المدرجات وخارجها بين الجماهير السربية وألبانية وكرواتية، يعني كانت الأمور يعني كانت تخرج بزاف مباريات خرجوا على السيطرة. وشاهدنا وكان هما لي زالمو، شوف كيفاش لي زالمو جاو نهار اللي جاو بغاو يدعموا بكل طرق المثاليين هذوك المخنثين، بغاو يدعموهم وين بغاو يجيو ضد، يا ولدي انت تجي ضد ربي، انت تجي ضد ربي يا صاحبي، شي اللي يقلك. مالكم يا صاحبي، شو متخرجونش على الموضوع، شو بير يا درا عوار غادي يخرج من روما؟ لا يقول لكم عوار يخرج من روما، قولوا يدي لوطو يدي كورسا ويخرجه من روما الى عين جنة. الله العظيم يدي لوطو يخرج عوار من الاخر. لا يقول لكم هذا، لا يقول لكم صار كيما الضربه تاع تشينيكيتو. انا نقول لكم غالطين، والله لا غالطين، ناس غالطة بزاف. أودي بس راكم على بالك، أنا بانتي بلي شوبير المدرب تاعنا السابق بيكذب بالسد. يا ودي ها بركاو، يا غادي نقول لكم انا ما نهدرش نسكت، خاطر انا تبان لي بلي كنت تستهزئوا به، انا بانت لي كيما كنت تستهزئوا به. المدرب هذا راكم زارينو قبل اكثر من اللي راكم، اكثر من اللي راكم مستفاد، يعني مستفاد منكم، صحيح استفاد منكم واستفاديتو منو ضربه تاع الماتش تعاود، صحيح سي بون. استفاد منكم بزاف عليكم.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وما تنساوش تفعلوا الجرس. صحيتو خاوتي.